في هذا الصباح الجميل، صباح يوم السبت، آخر أيام السباق المحلي الثالث في مرحلته الأولى، نتابع هذه الانطلاقة وتواصل أشواط الجذاع مع أبناء القبائل وما قدموا من إبداعات في هذا اليوم. نهنيهم الناموس ونتواصل مع هذه الانطلاقة، هذه الإبكار المندفعات في هذا الشوط، وهذه الضبية على المقدمة. سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي يتواجد شعاره على المقدمة وعلى الصدارة، تليها مباشرة السيلية على المركز الثاني ويصل شعار البرنس. هنا جار الله بن محمد بن عقيل المري مع المركز الثاني، وحيشه تليهم بالمركز الثالث، فهيد بن علي العفراء المري، ورابعا تتواصل الذيبه او لطامه معجب بن سعيد بالاجبع الخيارين مع المركز الرابع وخامس المراكز. هنا الذيبه جبر بن شمسان النعيمي. ايها الاخوه المتابعون، هذه الاسماء على حضراتكم، المراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط. الأسماء الشهواني قادم، الشهواني قادم، الواصلة الواصلة، اسم كبير، مسفر بن مبارك من مسفر الشهواني مع المركز الثاني. ندى اقتربت، ندى اقتربت، الله يا معجب، الخطر معجب، الخطر يا معجب، الخطر، الخطر مع الشهواني، مع غانم، مع غانم. شوفوا المركز الثالث، منصورة 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 منصورة، صالح بن حمد أتتنا من العمق، انطلقت، انطلق شعار القمرة، صالح بن حمد بن هاملة هو المتابع. تحركت الواصلة، الناموس، الناموس، الشهواني بن قمرة، بن قمرة، الشهواني، الناموس وين؟ الناموس وين؟ الشهواني، الشهواني، بن قمرة، اللحظات الأخيرة يحسمها بن قمرة مع منصورة، والمضمر صالح بن هاملة هو المضمر لمنصورة، والمالك صالح بن حمد بن قمرة المري، وأول مشاركة لهذا الاسم. تهانينا والناموس على فوز منصورة، انتصرت منصورة في هذا الشوط، وهني المضمر صالح بن حمد بن هاملة المركز الثاني. ندى غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين المركز الثالث، المركز الثالث الواصلة، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني المركز الرابع، وصلت لطامة الخامس المراكز، الذيبة جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي. إذن اللحظات الأخيرة ولحظات الناموس، اقتنص بن هاملة المشاركين وانتصرت منصورة بشعار صالح بن حمد بن قمرة المري، والمضمر المبدع صالح بن حمد بن هاملة. توقيت الزمني لمنصورة هو 7 دقائق 51 ثانية، 40 جزءا من الثانية هو التوقيت الذي سجل مع منصورة. وهني المالك صالح بن حمد بن قمرة، وهني المضمر صالح بن حمد بن هاملة المركز الثاني. ندى بالمركز الثاني، غانم بن منصور الخيارين، التوقيت الزمني 7 دقائق 53 ثانية، 62 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لغانم بن منصور الخيارين المركز الثالث. الواصلة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، توقيتها الزمني 7 دقائق 54 ثانية.